خلينا نستقبل دكتور وجدي زين الدين الكاتب الصحفي. مساء الخير يا دكتور ومشرفني. مساء النور يا فندم، ربنا يخليك، ده الشرف ليا وللسادة المشاهدين جميعا. والله حقيقي سعيدة بوجود حضرتك، انك قيمة وقامة صحفية كبيرة، ويمكن شرفت باستضافة حضرتك كتير، وإن شاء الله القادم يكون لنا لقاءات قريبا. ربنا يخليك يا فندم، متشكر جدا على حسن التقديم وربنا يبارك فيك يا رب. بشكر حضرتك دكتور وجدي. أهم التحديات التي تواجه الأمة العربية حاليا واللي أشار لها رئيس البرلمان المصري. نعم، شوفي حضرتك، أنا عايز أتكلم في حاجة مهمة جدا. الحاجة دي إن هي الدولة المصرية دايما شايلة هم الوطن العربي بلا استثناء. مصر لها دور مهم جدا في المنطقة العربية وفي المنطقة الإقليمية كلها وفي الإقليم كله، وبالتالي هناك أدوار فاعلة للدولة المصرية في كل المناحي وكل الأحوال، خاصة فيما يتعلق بالأمة. حضرتك عارفة قد إيه منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، والقيادة السياسية المصرية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم بدور مهم جدا في المنطقة العربية، وشاهدنا على مدار السنوات القليلة الماضية كم اللقاءات وكم الأحداث التي يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلينا نفكر حضرتك، كنا في أكتر وقت مصر في عندها مشاكل كبيرة جدا، لكن كان يعني نعم. أول من تحدث ولفت النظر وابتدى يلم الشمل كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فكرة الوحدة العربية. ده فعلا كلام حضرتك مظبوط 100%، رغم أن مصر كانت يعني أمامها مهمات صعبة وشقة جدا، تمثلت في الحرب على الإرهاب حتى تم القضاء عليه تمام، ومصر كان أمامها أيضا حرب من أجل التنمية ولا زالت تقوم بهذه الحرب، إلا أنها لم تغفل الجانب العربي على الإطلاق، بل كانت هناك للرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءات ورؤى مهمة جدا فيما يتعلق بشأن الأمة العربية، خاصة بعد سقوط ليبيا واليمن وسوريا. كل هذه الدول التي سقطت كان الهدف ليس هذه الدول بعينها، وإنما كان الهدف هو العين على مصر تحديدا، وبالتالي كانت هناك رؤية مصرية عظيمة ورائعة تبنتها القيادة السياسية يعني أولا لعدم سقوط مصر، رقم اثنين فيما يتعلق بالشأن العربي نجد أن هناك إجماع عربي على الرؤية المصرية فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ومشاكل المنطقة بصفة عامة. لو اتكلمنا عن المستقبل يا دكتور وجدي، يعني المطلوب في المستقبل لاستثمار هذه الوحدة بعد ما شفنا الفترة الأخيرة من كل القوى تحاول اجتذاب الدول العربية في الفترة الأخيرة. طيب بص حضرتك، الأول قبل ما أخش وأجاوب لحضرتك على السؤال ده، في سؤال مهم، يعني في حاجة الأول مهمة أذكرها هتكون مكملة لسؤال حضرتك. اتفضل. لو تتذكري حضرتك لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلمته في القمة، في قمة الحكومات بدبي، قال اتحدث على الأمن القومي العربي، وقال إن الأمن القومي العربي زي الأمن القومي المصري تماما، وبالتالي هنا نبدأ بقى نتكلم في حاجة أبعد من كده. الحاجة الأبعد من كده بقى إيه بقى؟ هي الرؤية المصرية التي تتفق مع كافة الدول العربية في أمور كثيرة. أول حاجة فيما يتعلق بالدول العربية التي تعاني من الفوضى الآن، هناك رؤية مصرية يعني صحيحة 100%، وهي الاتجاه إلى الحوار والاتجاه إلى حل هذه المسائل وضد تقسيم هذه الدول، ضدها تماما. ده الموقف المصري. نيجي بعد كده حضرتك فيما يتعلق بالأمن القومي العربي، مصر حريصة جدا جدا على سيادة الأمن القومي العربي. ده هيكون نتيجته إيه بقى حضرتك؟ بقى نبدأ ندخل بقى في عملية الاستثمارات وخلافه، وبالتالي المرحلة القادمة اللي حضرتك بتتكلم عنها ستشهد طفرة قوية في هذه العلاقات المصرية العربية، وبالتالي هذه الطفرة تعود بالنفع على الاستثمار سواء في مصر أو في الدول العربية كافة. دكتور وجدي هتشرفني قريبا وتكون ضيفنا، وحقيقي بنستفيد من آراء حضرتك. بشكرك دكتور وجدي. يشرفني يا فندم، شكرا جزيلا. ده يشرفني يا فندم على هذه المداخلة الهامة.